تفضل حضرته صاحبي الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم افتتاح مبنى القيادة والمنشآة الجديدة بمعسكر سافرة، وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين. ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، كما حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.
شرف. سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. سلام. قف. وبعد عزف السلام الملكي قام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بجولة للاطلاع على المنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، والتي تم تصميمها وبناؤها وفق أحدث الأساليب الإنشائية وتزويدها بكافة الإمكانيات والمرافق التي تضمن تقديم خدمات أمنية متقدمة، مباركا جلالته افتتاح هذه المنشآت ومعربا عن تقديره للجهود المثمرة لمعالي وزير الداخلية.
ثم تفضل جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وافتتاح مبنى القيادة، حيث سجل جلالته كلمة في سجل الزوار هذا نصها: يطيب لنا أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لمعالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة على عطائهم الوطني وجهودهم المخلصة في حفظ الأمن، مؤكدين أن ما شهدناه اليوم من منشآت جديدة وإمكانات أمنية ولوجستية في معسكر سافرة يعكس الجاهزية العالية لحماية أمن البحرين والقدرة على مواجهة التحديات. ثم ألقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة: بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظكم الله ورعاكم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظكم الله ورعاكم. أصحاب السمو والمعالي الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بكل معاني الولاء ومشاعر الفخر والاعتزاز أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أجل آيات الشكر وعظيم الامتنان باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية كافة على تفضل جلالتكم بالزيارة الكريمة لافتتاح المنشآت الجديدة بمعسكر سافر في إطار رعاية جلالتكم المتواصلة لمنسوبي شرطة البحرين والحرص على دعمهم ورعايتهم تقديراً لإخلاصهم وتضحياتهم في أداء واجبهم الوطني حفاظاً على الأمن والنظام، انطلاقاً من رؤية جلالتكم حفظكم الله ورعاكم نحو أهمية البناء والتطوير والتحديث وتهيئة كافة السبل تحقيقاً للاستقرار والطمأنينة والبناء. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن شرطة البحرين في ظل مسيرة قيادتكم المباركة وما وصلت إليه اليوم من تطور واستعداد وعدة وجاهزية وخبرة، أصبحت ولله الحمد في وضع يهيئها للقيام بمساهمتها في المسؤولية الوطنية لإعلاء شأن البحرين ورفعة مكانتها، معبراً عن خالص الامتنان والاعتزاز لما نلقاه من توجيه ومتابعة ودعم من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نحو التحول إلى شرطة عصرية ليكون لها دورها الفاعل في حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على الأمن والازدهار. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إننا وبحضور هذا الجمع الكريم وفي رحاب هذه الوحدة الأبية نستذكر دورها الوطني في حفظ الأمن ورجالها المخلصين الذين وجدت فيهم خصال البسالة والرجولة والتضحية والالتزام والعطاء المستمر. سيدي يا صاحب المروءة الوطنية والضمير والوجدان، إن ضاق بالأمر رأي أو ألم خطب أو ضيم فأنتم للبحرين موضع الأمل وعنوان الحكمة والإباء، شيدتم الأساس وارتفعت الهمم عزة وسيادة، وتبقى حكمة قيادة جلالتكم نبراساً مضيئاً للشرطة في البحرين وهي تمضي في مسيرتها أداة للقانون
بحزم وعدالة وإخلاص وإنسانية وشجاعة. سيدي حضرة صاحب الجلالة، في الختام فإننا جميعا نجدد لجلالتكم في هذا اليوم الأعز الذي شرفتموه ليكون أحد أيام الوطن العهد والولاء والسمع والطاعة، حماة للحق، رجالا أوفياء، أمناء مخلصين ولسان حالهم في الروح إصرار وفي الأعماق أمل وإقدام، ومن شرفات قلوبهم قوة يقين ورسالة أمن واستقرار. ماضينا تحت قيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم ملكا وقائدا لهذه المسيرة المظفرة، وأنتم تنعمون في أثواب العزة والرفعة والكرامة، ودمتم سالمين سيدي. بعدها تفضل جلالته بتكريم فريق العصا لقياس الخطوات العسكرية بالأكاديمية الملكية للشرطة، والذي حقق المركز الأول في البطولة العالمية لعصا قياس الخطوات العسكرية للمرة العاشرة منذ بدء مشاركته بالبطولة عام 2009. وفي ختام الزيارة هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة بمناسبة يوم شرطة البحرين، والذي يتزامن مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، مقدرا الجهود الطيبة لرجال الأمن البواسل ودورهم البناء وما يتحلون به من روح معنوية عالية وانضباط لأداء رسالتهم السامية حماية لمكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدته وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أرض البحرين الغالية. وقال جلالته حفظه الله ورعاه: يطيب لنا أن نعرب عن خالص شكرنا واعتزازنا بما يبذله رجال أمننا البواسل من جهود مخلصة ومتواصلة في أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيدين بما حققوه من إنجازات في العمل الأمني وما يتمتعون به من نهج احترافي وجاهزية عالية وقدرات أمنية فائقة، مقدرين على الدوام تضحيات رجال الأمن وتفانيهم في أداء الواجب. وأشاد جلالته أيده الله بالتكاتف والعمل المشترك بين وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني لأداء رسالتهم النبيلة، شاكرا جلالته الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة على ما تشهده وزارة الداخلية من تطور ورقي مستمر. وأكد جلالته أن البحرين بعون الله ستظل كما هي دائما حرة أبية تنعم بالأمن والأمان وتسير بخطى ثابتة على طريق التنمية والرقي بفضل أبنائها المخلصين. كما كلف جلالته الحضور بنقل تحياته وتقديره لجميع منتسبي وزارة الداخلية في مختلف مواقع عملهم، متمنيا للجميع دوام التوفيق واستمرار النجاح.